بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، يسعدني
تدور لمدة 8 سنوات من عام 1946 إلى عام 1954 للميلاد. هي مجلة شهرية ثقافية كان صدورها بمصر على أيدي أبناء الكويت الموفودين في بعثة دراسية بمصر، وهذا هو سبب تسميتها بالبعثة. عزيزي المشاهد، رئيس تحرير مجلة البعثة هو الأستاذ عبد العزيز حسين. هذه طبعا مجلة البعثة بعض الأعداد، العدد الأول صدر في ديسمبر 46. أيضا لو نقتطف عزيزي المشاهد جزء من مقدمة الأستاذ عبد العزيز حسين رئيس التحرير، اللي طبعا كتبها في بعنوان خطوة إلى الأمام، إن العمل مهما عظم يهون ما دامت هناك قوة متضافرة للنهوض به، وما دامت هناك قلوب عامرة بالإيمان جعلت هدفها الوصول إلى هذه الغاية. ولقد عقدت الكويت عزمها على أن تخطو خطوات واسعة إلى الأمام في نشر العلم ورفع شأن الثقافة بين طبقات الشعب، وكان لها من إخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمتها كل عون في تسديد هذه الخطوات. أيضا يقول أن طبعا ستكون هذه النشرة إن شاء الله الوسيلة الناجحة لتعريف أبناء الكويت بأحوال فلذات أكبادهم في مصر ومدى التقدم والنجاح الذي يصادفونه في بيئتهم، طبعا يقصد أن الكويت الأبناء الكويت اللي عايشين في مصر. والبعثة مع هذا ترحب أشد الترحيب بما تجود به قرائح الكاتبين في الكويت، ونؤمل أن تكون هذه الصفحات معرضا للفكر الكويتي بأسره وملتقى للثقافتين المصرية والكويتية. عزيزي المشاهد، هذه طبعا بعض الأعداد المتوفرة من مجلة البعثة اللي استمرت لمدة 8 سنوات. مجلة كاظمة هي طبعا أول مجلة تطبع في الكويت، وصدر العدد الأول منها بالكويت في عام 1948 وبالتحديد في تموز يوليو 1948. هذا طبعا العدد الأول مجلة كاظمة، كانت مجلة شهرية. صاحب الامتياز المسؤول هو الأستاذ عبد الحميد الصانع، أما بالنسبة لمدير التحرير فهو الأستاذ عبد الصمد تركي الجعفري، ورئيس التحرير الأستاذ أحمد زين السقاف. صدرت هذه طبعا مجلة كاظمة بالكويت، وأيضا طبعت محليا وكانت أول مجلة تطبع محليا في الكويت. بالنسبة للاشتراك عن سنة كان 9 روبيات في الداخل وأيضا 12 روبية في الخارج. عزيزي المشاهد، لنتعرف على قصة الطباعة بالكويت، مولد أو استيراد أول مطبعة في الكويت لإنطلاق حركة الطباعة، وأيضا كيفية ولادة الطباعة والكتب في الكويت. ضمن هذا الموضوع نلتقي مع مدير أول مطبعة في الكويت الأستاذ الفاضل إبراهيم عبد العزيز مقهوي، ليعطينا فكرة عن قصة أول مطبعة بالكويت، كيف بدأت هذه القصة وما هي المشاكل اللي واجهتهم، ونبذة عن هذه المطبعة في الكويت، وما هو أول مطبوع طبع أو أول ورقة طبعت في الكويت. الحقيقة أول مطبعة بالكويت كانت فكرة، عشان والفضل يرجع لأخوي حمود أستاذ أحمد البشر، هم أول من فكروا في هذا. كان الناس يطبعون برا، وأخوي عنده مكتبة دائما يسألونا نبي نطبع هذا، فهو يتحير. من هالمنطلق فكر أنه يجيب المطبعة. في طبيعة عمله طبعا هو يسافر إيران والعراق وش اسمه، في يوم من الأيام كان راجع للكويت وصادف وياه المزيدي، منصور المزيدي، نعم، شلون؟ بالسيارة عنده سجل كبير، قال له أخ حمود أنتوا إيش حقا ما أسوي مطبع؟ أنا كل شهر أجي البصرة أسوي هالدفتر الكبير ويأخذوا مني 10 دنانير. 10 دنانير وايد، حوالي 130 ربوية. من هني فكر
قال لي ليش انتم ما تسوون مطبعه؟ انا اي حق البصره مطبعه التايمز بالبصره اسوي هالدفتر وارد الكويت. من هني اختمرت الفكره. في احمد البشر كان لما جاءني الكويت فكر شلون يسوي مطبعه، شاور احمد البشر، تشاوروا واتفقوا على اساس ان هم يجيبوا مكاين، وراح التيمز البصره ودش المطبعه وشافها، شاف المكاين، شاف شلون الحروف. من هني فكروا اتفقوا على اساس كل واحد حط له 5000 ربيه، عارف شلون؟ وراحوا عزموا يجيبون المطبعه. قالوا بس تبي ترخيص الحين، شلون الحين؟ قال نشاور المعارف، وزاره المعارف قبل. جاوا شو عبد الحميد الصانع ونصف اليوسف لهم صداقه وياهم. قالوا ما يخالف تبونا احنا ندش وياكم شراكه. دائره المعارف. ها؟ فصاروا شراكه دائره المعارف، اخوي حمود واحمد البشر. الاداره طبعا حق هذولاك بس ممولين والرخصه. فعزموا سافروا راحوا بغداد. عارف شلون؟ في مطبعه دباس بغداد. عندهم مكاين، عرضوا عليهم ماكينة صغيرة واحدة وعلموهم، قالوا هذه الأحرف، تبون لكم تزاقل، تبون لكم أحرف، وتبون لكم ماكينة. فجمعوا هذه، لا اشتروها، حملوها بالقطار من بغداد إلى البصرة. الحين البصرة شلون يبون الكويت؟ أصلاً بالسابق ممنوع المطبعة تختفي من بغداد زمن الملك فيصل. سنة كم هالكلام تقريباً؟ سنة تقريباً 45 شي 46. نعم. شلون تختفي؟ ما يصير. إذا اختفت المطبعة طبعاً هني تعتبر سرية، عدل ولا لا؟ نعم. فما شلون جازفوا ويابوها البصرة، شلون الحين يعبرون؟ ما يصير برخصة. شلون؟ نعم. في واحد سوري هني اسمه عبد الرزاق الشامي يكد البصرة، البصرة الكويتي عنده لوريات. شافه أحمد بشر قال عبد الرزاق عندنا ماكينة بتوديها الكويت. قال ما يخالف اسهلوها. حملها بالسيارة، ها؟ وهم يو طبعاً. بعد يومين وصلت الكويت، طبعا مو عن طريق الجمرك، تهريب. وصلت الماكينة. الحروف شلون يابوها؟ يابوها عن طريق البحر. حطوا تعرف البنط؟ اي نعم. في 9 وفي 10 وفي 12، نعم. كل صغير وكبير ويميع، نعم. كلهم خلطوهم بكيس، حطوهم بالشيء. اللي هو مقاس الحروف اللي تطلع. مقاس الحروف، نعم. الكبار وصغار. نعم نعم. شلون؟ نعم. حطوهم بشوال ويابوهم هني عن طريق البحر. وصلت الماكينة، وصلت أجروا بيت في فريج العوازم. نعم. اللي مركز بنك الأهلي الحين. نعم. في هالمنطقة. نعم. أجروا البيت وحطوا الماكينة، نزلوا الماكينة فيه، ونزلوا التزايق، ونزلوا العدة كلها يعني. بس هم ما يعرفون شنو المطبعة، شنو العروض. عارف شلون؟ قعدوا الدكان اخوي دائما بالسوق هذا. نعم. قعدوا هو يا احمد وهم يتحكون يعني عن المطبعه وعلى صدفه. فمر واحد عراقي اسمه محمد ياسين، جاي من هني مجد تهريب، جاي ما اعرف ايش. سمعهم قالوا ايش تتكلمون عنه؟ قالوا والله احنا عندنا مطبعه. قصه ولا قصه؟ قال وينها؟ يا يبي شغل هو. نعم. بيشتغل. قال وينه؟ ودوا قريب البيت. قال قال بس انا اسويها. يا توكل على الله. كم اتفقوا وياه اظن ب 100 ربويه شهري. نعم. قال بس عاد ابي نفرين ثلاثه وياي. قال ما يخالف. يا بولا والله صبيان اثنين. ونظم المطبعه وصف. تعرف الحروف هذه؟ تحط الالف في محل، في خانه، والباء في خانه، الشكل في مربعات. نعم. تحط الالف عاجز. وضعوها، وضع لهم الاحرف،
وضع لهم الماكينه. طبعا الماكينه ماكو كهرباء، نعم. تشتغل مثل هذه على الرجل، نعم. يدوسها بالرجله تلف ويحط الورقه بايده ويشيلها، يحط ويشيلها يدويه، نعم. اول ماكينه، ويابو مقص معاها، مقص، نعم. ورق، مقص ورق هم باليد، يلف باليد، نعم. نفس الشكل هذا اللي موجود عندكم، نفس الشكل هذا اللي عندنا، نفس الشكل اللي عندنا، نعم. هذه جمع لهم الأحرف ونظم الموقع، وياب معاه ظن ثلاث عمال كويتيين. كويتيين، نعم. زين اشتغلوا الحين، ما صفوا حروف، صفوا اسمه، لكن الحين ينطرون زبون. شلون قعدوا لهم حوالي شهر ونص، ما شهرين قاعدين، يجون الصبح يلعبون داما، ها، نعم. ويروحون بعد الظهر. اخوي ايش وعنده مكتبه، لكن احمد كان دائما، نعم. ظلوا حوالي شهرين ثلاثة ما يشتغلوا، ما حد، الناس شنو، ورقة مكتوب، راس مكتوب، أو ماكو يعني، نعم. قليل. وهذا الأغلب الناس يطبعون أما ببمبي ولا بالعراق ولا بإيران، يبون لهم شغلة، نعم. تقعد وياهم سنة سنتين، قليل والله، ظلوا مدة على. بعدين ظل يتحرك العمل شوي شوي، سووا هالمنشور هذا، هي اول مطبوع، اول ورقه طبعت، اول ورقه سووا هذا، نعم. في عيد صاحب السمو الشيخ احمد الجابري، نعم. والد الشيخ جابر، نعم. عشان سنه كم طبعت هذه الورقه؟ سنه 47. تاريخ كم؟ 23 فبراير، نعم. 47. هذه اول ورقه، هذه اول ورقه طبعت، في طبعوها، ها، في الكويت، في عيد الجلوس، نعم. ووزعوها بالسوق، نعم، في عهد المرحوم الشيخ احمد اليابر، نعم. في عهد المرحوم الشيخ احمد اليابر وزعوا بالسوق، الناس شافت هالورقه، قعد طبعا شوي شوي قاموا يجون شوي شوي. وهذه قصه اول مطبعه انشئت في الكويت، نعم. ماكينه واحده، عشان زاد بعد سنه زاد العمل شويه، ها، الحين تعلموا هم شلون يجيبون جمل الحروف. الكويت ذيك الساعة توها أول عهدة بالمراسلات برا، وأمريكا ما أعرف إيش، في سليمان الصانع عنده مراسلات بأمريكا وعنده كتالوجات عرضها عليهم، قال لهم هذه مطابع في أمريكا، تبون أجيب لكم؟ قالوا إيه. زاد الشغل عندهم شوية، افتح اعتماد لي ماكينتين شوية أكبر، هم بالرجل بس ثقال، بس هم أقشمة يعني، الآن ما يعرفون شلون أثري المكاين يبيعونها مفسخة يعني، عشلون مثل سيارة إذا بقت مثلا زيادة تحط فلوس، تركيب يصير بالكويت، إيه. فهم جابوا هالشكل، نسوا لا يجيبون المحابر اللي تغذي الأحرف، لأن الماكينة لها موقع حبر، تحط الحبر فيه وهي تاخذه اوتوماتيك وتحبر على طول. جت المكاين ما لها محابر، فظلوا يحطون الحبر من فوق، ها، وكل شويه يصير الورقه، يخلص الحبر يصير الورقه باهته، تطبع 10 اوراق زينه وخمس ستة اوراق باهته، عشان هذه من الاخطاء اللي وقعوا فيها. وقصة كاظم شلون بعدين بدأت؟ مجلة كاظم انطبعت، أول مجلة هذه استمرت يعني المطبعة، استمرت المطبعة، وزارة المعارف عشان قالوا يبيسوون مجلة، هي تجارية كتجارية طبعا ماشي، هم جايين من ناحية تجارية، نعم. طبعا بيربحون، بس الحكومة ما تبي تربح، أو الوزارة ما تبي تربح، عشان قالوا يبيسوون مجلة اللي هي كاظمة، رئيس تحريرها عبد الحميد الصانع. شاوروا الشركة طبعا، لازم يشاورونهم، قالوا يا جماعة الحين إن المطبعة تخسر، ولما بنحط هذه المجلة نبي لنا على الأقل 10-12 عامل حتى يجمعونها باليد، نعم. قالوا احنا ما يهمنا الخسارة، الخسارة ما يهمنا الخسارة، تهمنا احنا، نعم. قالوا أما تبيعون ولا تشترون، يعني أما أنك تشترون المطبعة أنتم الوزارة ولا احنا نشتريها، نشتري سهمكم. قالوا لا احنا نشتري سهمكم. اشتروا سهم احمد البشير، احمد البشير طلع، عشان هم مستمرين يبي شو اسمه يطلعون المجله، نعم.
فبعدين اخوي حمود هم طلع اخذ سهمه التربيه وطلع واستلمت دائرة المعارف المطبعة كاملة المطبعة كاملة وطبعت فيها وأخذت تطبع فيها كاظمة. عزيزي المشاهد، باسمكم جميعا نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الفاضل إبراهيم أبو عزيز مقهوي على المعلومات القيمة والشيقة في نفس الوقت عن ولادة أول مطبعة في الكويت، وأن أسميها أن انطلاقة حركة الكتب والثقافة في الكويت. الله يسلم. العدد الأول من مجلة الرائد صدر في الكويت في مارس 1952 للميلاد، هي مجلة طبعا جامعة تصدرها كل شهر لجنة الصحافة والنشر لنادي المعلمين. بالنسبة للمحررون في العدد الأول حمد رجيب، فهد ويري، وأحمد العدواني. طبعا المجلة هذه هي طبعا مجلة كانت تصدر من نادي المعلمين. أمامنا مجموعة من أعداد مجلة الإيمان. مجلة الإيمان هي مجلة شهرية طبعا كتب على الغلاف لسان حال النادي الثقافي القومي في الكويت. أسرة التحرير: أحمد السقاف، أحمد الخطيب، عبد الله حسين، عبد الله يوسف الغانم، عبد الرزاق البصير، يوسف إبراهيم الغانم، ويوسف مشاري. العدد الأول صدر في الكويت في يناير 1953 للميلاد. المراسلة باسم النادي الثقافي القومي الكويت. الاشتراك السنوي 6 روبيات في الداخل و10 روبيات في خارج الكويت. هذا طبعا بالنسبة لمجلة الإيمان. مجلة الإيمان طبعا كانت تصدر في الكويت من القطع الصغير، وطبعا العدد الأول احتوى تقريبا على 60 صفحة. أيضا عزيزي المشاهد، بالنسبة لأطول الصحف عمرا ولا تزال مستمرة في الصدور، فالمجلة الرسمية كويت اليوم. مجلة كويت اليوم هي طبعا العدد الأول هذا اللي أمامنا، السنة الأولى صدر في 11 ديسمبر 1954 للميلاد، كان يوم السبت 16 ربيع الثاني 1374 للهجرة. هذه طبعا مجلة كويت اليوم، عمر المجلة 35 سنة. أهداف جريدة كويت اليوم، طبعا لو نقتطف جزء من الأهداف، صدرت هذه الجريدة الرسمية بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية العليا بعد أن لمست الحاجة إلى أداة تنقل إلى الجمهور أخبار الدوائر الحكومية وتنشر الأنظمة والقوانين والإعلانات والمناقصات وما إلى ذلك من الأخبار الرسمية التي تهم المواطنين. مجلة أو نشرة الفجر هي نشرة أسبوعية يصدرها نادي الخريجين. العدد الأول السنة الأولى طبعا صدر في يوم الأربعاء 9 جماد الثاني 1374 للهجرة، في 2 فبراير 1955 للميلاد. وأيضا من المجلات اللي طبعا استمرت في الصدور مجلة العربي. صدر العدد الأول من مجلة العربي في ديسمبر 1958 للميلاد، واستمرت في الصدور إلى وقتنا الحاضر، وعمرها طبعا 31 سنة. هذا طبعا هو غلاف العدد الأول من مجلة العربي. الآن هو طبعا رئيس تحرير مجلة العربي الأستاذ محمد الرميحي، وتصدر من وزارة الإعلام، وهي طبعا واسعة الانتشار في كل الدول العربية. عزيزي المشاهد، أيضا من المجلات اللي استمرت في الصدور عمرها 29 سنة كانت بالبداية نشرة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اللي نشرة دورية تصدرها غرفة تجارة وصناعة الكويت. صدر العدد الأول في سبتمبر 1960، وطبعا عمرها 29 سنة، والآن هي مجلة الاقتصاد الكويتي. Thank you.
عزيزي المشاهد، أما بالنسبة للصحف الكويتية التي صدرت بعد عام 1961، فأول جريدة صدرت هي الرأي العام، جريدة عربية سياسية، العدد الأول صدر في 16 أبريل 1961، هذا هو طبعا العدد الأول. رئيس التحرير هو الأستاذ عبد العزيز بن سعيد. عزيزي المشاهد، لنتعرف على قصة ميلاد أول صحيفة، أول جريدة في الكويت هي الرأي العام. نلتقي ونرحب بعميد دار الرأي العام الأستاذ عبد العزيز المساعد. الله بالخير أستاذ عبد العزيز في هذا اللقاء. حياك الله. بودنا لو نأخذ فكرة عن كيف كانت الفكرة وكيف تم التأسيس. الحقيقة كان احنا بالكويت قبل عندنا نوادي رياضية، بس النوادي الرياضية دائما هي سياسية، يعني الجانب الرياضي واحد والجانب السياسي. وكنت أنا رئيس نادي الجزيرة بوقتها مدة طويلة، تقريبا 10 سنوات، وتأسس نادي المعلمين وانتميت له وطلعت بمجلس الإدارة. وكان فكرة أن يعملون النادي مجلة، وعملوها اسمها مجلة الرائد، وكان أحمد العدواني متخرج جديد، وكان متخرج أيضا جديد باللغة العربية، وكان رئيس التحرير المجلة، ونجحت المجلة، وكنت أنا بجانب هذه المجلة بنشاطاتها بكذا، وكنت يعني رجل تاجر، ويقولون أني بعد أنا ناجح، وبس إنما يعني صلتي بالسياسة تأثر علي على التجارة دائما. فمحمد العتيبي رحمه الله كان مدير مكتب صاحب السمو الأمير عبد الله السالم رحمه الله في 61 قبل 61 كذا، ناقشوا بمجلس الوزراء إن يعطون امتيازات صحف. فقال لي محمد العتيبي تبي جريدة؟ قلت إيش رم؟ قال قدم. رحت قدمت ونهر ثاني عطوني امتياز. فالحقيقة سبقونا ناس كثيرين بمحاولة إصدار صحف بالكويت أو مجلات، إنما المرحلة الأولى ما كان موفقين في إصدار المجلة، أو ما كانت تمشي، ما استمرارية، ما كانت تستمر، تبقى لها شهرين شهر شهرين وتوقف من ناحية مادية أو من ناحية أخبارية وهكذا. بس حنا عندما جينا أيضا أخذنا احتياطنا لما سبق دخلوا. جيت وعملتها أول مرة أسبوعية وحدي، أنا ويا واحد جبته اسمه عبد الله شعيته، وعملنا مكتب سوق التجار ونجمع الأخبار. وتدري عندنا قبل مشاكل بالدوائر وهكذا، هذا ننقزه وهذا كذا، والغالي بده أيضا النقد البناء، وفيه نقد وايد، فيه نقد. فآخذهم هذه يوم الجمعة، يوم الخميس بالليل أروح إلى بيروت أطبع الطبعة كلها، وأجي مساء الجمعة ووزعها الصبح يوم السبت، وتم 14 على هذا الإطار، رايح ركضة وجاي. بعدين بهذه الأثناء طلبت مطبعة اسمها دوبلكس بدائية، تطبع 4 صفحات 4 صفحات. فجيت حق المقهوي إبراهيم حمود، إبراهيم القهوي، قلت لهم عودة أنا بطبع عندكم. قال تفضل. كان عندهم مطبعة يعني بدائية، بس إنما تمشي الأمور. والله واخذ مكتب عندهم بالليل حق المحررين، زدنا المحررين 2 3، وقمنا نطبعها أسبوعيا. عندما جت المطبعة بعد 4 أشهر أخذت، وبهذه الأثناء أخذت أرض من الحكومة هني وراء دار الرأي العام الجديدة، وعملت جبرة وعملت مكاتب وعملت كذا. عندما جت المطبعة الجديدة وضعناها، مشى بغى، صارت يومية، يومية صارت استمرار، صار فيها
الحقيقه اعلان صار فيها يعني صار فيها ربح فوق انها تؤدي واجب قومي، وكان يعني الغايه منها هو الدفاع عن الكويت، الدفاع عن قضايانا، اظهار الكويت بالخارج. وكان الوكالات ما تنقل الا عن الراي العام، وكان الحقيقه يعني سدت بهالفجوه هذه سدتها. وتمينا مده طويله قمنا نطور 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 بالمكاين بالالات بكذا، حتى ان وصلنا الى مستوى جيد، يعني مش جيد جيد كلش بس مستوى جيد. انما اصبح العالم كله ينقل عن الراي العام وعن طروحات الراي العام وعن عزيزي المشاهد. طبعا هذا هو العدد الأول من جريدة السياسة، طبعا ذاك الوقت كانت أسبوعية سياسية جامعة. العدد الأول صدر في يوم الخميس 3 حزيران 1965 للميلاد، الموافق 4 صفر 1385 للهجرة. السنة الأولى العدد الأول تكون من 16 صفحة والسعر كان 50 فلس. تصدر في الكويت جريدة القبس، صدر العدد الأول من جريدة القبس في 22 فبراير يوم الثلاثاء 1972 للميلاد. طبعا العدد الأول تكون من 16 صفحة والسعر 50 فلس. هذا طبعا هو العدد الأول أمامنا من جريدة القبس. أما رئيس تحرير جريدة القبس في الوقت الحاضر فهو الأخ محمد الصقر. مشاهد أيضا من الصحف اليومية اللي تصدر في الكويت هناك جريدة الوطن يومية سياسية، صدر العدد الأول، هذا هو العدد الأول، صدر في يوم الخميس 24 ذي الحجة 1393 للهجرة، الموافق 17 يناير 1974 للميلاد. هذا العدد الأول كانت رأس التحرير الأستاذ محمد مساعد الصالح، أما الآن فالزميل الأستاذ جاسم المطوع هو رئيس التحرير. Thank you.
عزيزي المشاهد، أيضا من الصحف اليومية اللي تصدر في الكويت جريدة الأنباء. جريدة الأنباء جريدة يومية تصدر في الكويت، صدر العدد الأول، هذا هو العدد الأول، صدر في يوم الاثنين 4 محرم 1396 للهجرة الموافق 5 يناير 1976 للميلاد. رئيس التحرير كان الأستاذ ناصر المرزوق في ذلك الوقت، أما الآن فالأستاذ فيصل المرزوق هو رئيس تحرير جريدة الأنباء اليومية. عزيزي المشاهد، هذه هي طبعا الخمس صحف اليومية اللي تصدر في الكويت باللغة العربية. أما الصحف الكويتية اليومية اللي تصدر باللغة الإنجليزية فهناك صحيفتين، الأرب تايمز والكويت تايمز. صدرت الكويت تايمز في عام 1961 الميلاد وما زالت تستمر في الصدور. أما الصحيفة اليومية الكويتية الأخرى اللي تصدر باللغة الإنجليزية فهي صحيفة الأرب تايمز، وصدر العدد الأول منها في عام 1977 للميلاد. هذه طبعا الجريدة اليومية، الجريدة اليومية الكويتية، ما هو الجهد اللي يبذل فيها؟ أيضا ما هي المراحل اللي تمر فيها لإنجاز أو لإنتاج هذه الجريدة؟ لإصدار الجريدة طبعا هناك مراحل مختلفة في المطبعة تمر فيها الجريدة اليومية. لنتعرف على خطوات الطباعة وأيضا الخطوات المطلوبة لإنتاج هذه الجريدة. المرحلة الأولى في عملية الصناعة الصحفية أو صناعة الصحافة اليومية تتم، هي طبعاً استقبال البيانات والأخبار العالمية من خلال وكالات الأنباء العالمية، وأيضاً كونا وهي وكالة الأنباء الكويتية تقوم ببث الأخبار، وطبعاً الصحف المحلية تقوم باستقبال هذه البيانات والمعلومات من خلال وكالات الأنباء العالمية وكونا. وهنا نرى كيفية استقبال الأخبار، وبعد ذلك يتم تحرير وكتابة هذه البيانات والأخبار والمعلومات المطلوب نشرها في الجريدة اليومية. يتم صياغة وكتابة وتحرير الأخبار بواسطة طرق مختلفة كاستخدام المسجل أو الهاتف أو طرق أخرى ووسائل حديثة في تحرير الأخبار. طبعا يتم صياغة الخبر بالطريقة المطلوب نشرها في الصحيفة اليومية. وبعد عملية كتابة الخبر تنقل طبعا الورقة المكتوبة إلى الكمبيوتر أو الحاسوب لعملية إدخالها في الحاسوب لاستخراج الكتابة أو الصف. تتم عملية الصف بواسطة جهاز الحاسوب اللي أمامنا، كما نرى أحد الأخوان يقوم بتدخيل البيانات والأخبار المطلوب نشرها في الجريدة اليومية. ما
طبعا بعد تحرير الخبر الصحفي او المعلومه المراد نشرها يتم ادخالها في الجهاز الحاسوب، وبعد ذلك يتم سحب الخبر او المعلومه المطلوب نشرها. وهنا نرى عمليه ادخال هذه الورقه في الجهاز للحصول على البيانات المطبوعه او المكتوبه بواسطه الحاسوب او جهاز الكمبيوتر. هذه هي طبعا احد النماذج المستخرجه من جهاز الحاسوب او المصفوفه بواسطه جهاز الحاسوب. وبعد ذلك ترسل البيانات المكتوبه الى فريق الاخراج، ويتم اخراج الماده المطلوب نشرها في الجريده اليوميه او وضع الصور بالطريقه المطلوبه للجريده، وهنا تتم عمليه اخراج الصور. وبعد ذلك ترسل إلى المونتاج لعملية المونتاج، ويتم وضع البيانات التفصيلية بواسطة البوزيتيف والنيجاتيف. وبعد ذلك يتم عمل البليت أو اللوحة المعدنية تمهيدا لإرسالها إلى آلات الطباعة. طبعا الصفحة المطلوب طباعتها تعمل على شكل بليت أو على لوحة معدنية كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة. وبعد ذلك يرسل هذا البليت أو اللوحة المعدنية إلى جهاز الطبع، ويتم وضعها في الجهاز. وهنا نرى عملية وضع اللوحة المعدنية في الجهاز، وبعد ذلك يتم سحب الصفحة أو الجريدة اليومية. وطبعا هنا جهاز الألوان، وضع الألوان المطلوبة في الصفحة والصور، ويتم سحبها أوتوماتيكيا. وهذا طبعا العمل يتكرر يوميا، وهذا العمل مطلوب يوميا لإنتاج وإصدار جميع الصحف المحلية في الكويت. هذا طبعا يتم بواسطة معدات خاصة تعمل أوتوماتيكيا وتسع لإنتاج 70,000 أو أكثر يوميا في خلال 3 ساعات. نرى عملية إنتاج الصحف اليومية، وهنا نموذج لإنتاج أحد الصحف اليومية في الكويت. وبعد عملية الطباعة يتم قطع وتجميع هذه الصفحات بواسطة الجهاز الأوتوماتيكي، ونحصل على الجريدة مصفوفة ومجمعة جاهزة للتوزيع كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة. عزيزي المشاهد، في عهد الشيخ المرحوم عبد الله السالم الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه، صدر أول قانون للمطبوعات والنشر، وكان ذلك في سنة 1956 للميلاد. وفي مرحلة طبعا الاستقلال وعهد الاستقلال في سنة 1961 للميلاد صدر قانون آخر للمطبوعات يتكون من 45 مادة. هناك العديد من الصحف اللي صدرت ولم تستمر صدورها إلا عدد أو عددين أو أعداد قليلة. على سبيل المثال جريدة البشير اليومية كان صاحبها ورئيس تحريرها سعدون الجاسم يعقوب، وأيضا صدرت هذه طبعا الجريدة في 30 آذار 1961 العدد الأول. أيضا هناك من أيضا الجماهير الأسبوعية صدرت في 1961 وصدر منها فقط 3 أعداد. هذه هي الجماهير. أيضا هناك عزيزي المشاهد العديد من المجلات والجرائد الأسبوعية صدرت ولم تستمر في الصدور. هذه هي الطليعة طبعا، صدر العدد الأول منها في 13 حزيران 1962. وأيضا هناك مجلة البعث الشهرية صدرت في 1950 وصدر منها 3 أعداد.
أيضا هناك جريدة يومية سياسية صدرت في الكويت باسم أخبار الكويت، وأول عدد صدر في أول مارس سنة 1962، كان صاحب الامتياز ورئيس التحرير ذلك الوقت عبد العزيز فهد الفليج، وأيضا بعد ذلك تحولت هذه إلى جريدة الأنباء اليومية. عزيزي المشاهد، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر لحسن مشاهدتكم، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.